الحقيقة أنه كلنا الفترة اللي فاتت سمعنا عن رقية الطفلة المصابة بدمور العضلات، كلنا تأثرنا بصور رقية وبالدعم اللي كانوا أهلها بيطلبوه من كل الناس. ويمكن رغم أن احنا بنقعد نقول الناس ما بقاش فيها خير وإحنا ما بقيناش زي زمان، المصريين دايما بيثبتوا أنهم هم الشهامة وهم الجدعنة والأصل يعني الطيب موجود فينا. كم الحملات اللي اتعملت على مواقع التواصل الاجتماعي من ناس مواطنين عاديين ومن مشاهير ومن مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي علشان ندعم رقية، علشان تقدر قبل ما تتم سنتين تاخد الحقنة الخاصة بدمور العضلات. وأكيد حضراتكم سمعتوا عن أسعار الحقن دي، الحقن يعني تقريبا الحقنة ب40 مليون جنيه. المصريين قدروا ان هم خلال أيام يجمعوا الفلوس دي طبعا بجهود وزارة التضامن الاجتماعي اللي تولت الحالة، لكن الحقيقة انه ده بيثبت دايما ان احنا لما بنتكاتف ولما بنتكافل بنقدر نحقق اللي احنا نفسنا بنبقى شايفين انه صعب. يعني اعتقد كل واحد فينا هو يعني بينشر البوست الخاص برقية ما كانش متخيل ان ده هيحصل، رغم انه رقية ما هياش الحالة الاولى، حصلت كتير كذا حالة بالشكل ده بتكافل المصريين، بتكافل كمان المصريين ابنائنا اللي موجودين في الخارج اللي الحقيقة دايما بيضربوا اروع الامثلة في انهم دايما يساعدوا ولاد بلدهم ويفتكروا ولاد بلدهم ودايما اساميهم بتبقى حاضرة وموجودة. كل نجومنا وكل الفنانين والنجوم في كل القطاعات شاركوا في حالة رقية، وده يعني الحقيقة انعكس بشكل كبير على سرعة العلاج وسرعة تلقيها للعلاج. فاحنا النهاردة جايين نطمن حضراتكم على صحة رقية بعد ما تلقت الحقنة، ووالدتها الحقيقة نشرت على صفحتها الخاصة على فيسبوك انها بتشكر كل الناس اللي شاركت في ان رقية تقدر انها تتعالج وتاخد الحقنة دي، وطبعا يعني طلبت من الناس انها تدعي لها لانه رحلة العلاج أكيد حضراتكم عارفين إنها رحلة طويلة وعارفين إن المرض ده صعب وعارفين تداعيات المرض ده، لكن الحقيقة حملات الدعم وحملات الجدعنة اللي حصلت من المصريين سندوهم كمان قبل ما يسندوهم مادياً سندوهم نفسياً، ويمكن بنفضل نتكلم عنهم حتى بعد كده. شفنا قبل كده الطفل زين وقد إيه الناس كانت متأثرة بحالته وقد إيه الناس كانت دايماً بتستنى أخباره وبتستنى أهله يطلعوا يتكلموا عنه وبتستنى تشوفه، ويعني بنشوف كمان اهتمام القيادة السياسية بكل هذه الحالات والدعم اللي بتوليه الدولة لكل هذه الحالات. خلينا نروح نشوف رقية مامتها كانت بتقول إيه ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. أي شخص هيتبرع لرقية هو كده بينقذ حياة طفلة تعيش حياة طبيعية زي بقية الأطفال وتاخد الحقنة، يا إما بعد الشر يبقى مصيرها تعيش على كرسي البحر. بناشد رجال الأعمال، بناشد أي حد مسؤول، أي حد مقتدر إن هو يقدر يساعد رقية، ريت ما يتأخرش لأن دي حياة طفلة. إن شاء الله رحلة العلاج الخاصة برقية تتم على خير وربنا بإذن الله يخلصها من هذا المرض اللعين، وطول ما احنا بإذن الله يعني نقدر إن احنا نتكافل جميعا كل واحد وطاقته كل واحد وزي ما يقدر بإذن الله بإذن الله نقدر إن احنا نساعد بعض أيا كانت الظروف. زي ما بنعرض لحضراتكم كده على الشاشة ده البوست الخاص اللي نزلته مامة رقية على الفيسبوك وطلبت من كل الناس إنها تدعي لها وشكرت كل الناس اللي ساعدوها وقدموا لها الدعم سواء دعم نفسي أو دعم مادي، ويعني قالت إنه هي كانت بتحلم إنه يعني بنتها تقدر إنها يعني تخف من المرض ده، وقالت دعواتكم ليها إنها تكمل رحلة العلاج لأنه لسه المشوار طويل في العلاج الطبيعي والمائي وكمان الأدوية. فزي ما أنتم شايفين يعني ربنا إن شاء الله دايما يرسم البسمة على وجوههم وإن شاء الله نطمن دايما على الرقية، لأنه في الحالات دي كلنا بنحس إن إحنا بنتكلم عن بنتنا، يعني رقية أو غيرها. الحقيقة لما بيكون الموضوع بيمس أسرة مصرية بالشكل ده ومرض صعب زي دمور العضلات الكبار مش بيستحملوه، ففي الأطفال الموضوع كمان صعب قوي، ومسألة أنه نلحق الحالة بدري دي مسألة مهمة جدا جدا لأنه ده بيقلل كتير من تداعيات المرض ده. طيب عايزين نشوف كمان الأطفال وهم بيتبرعوا الرقية، وده شيء مهم جدا ان احنا نشرح لاولادنا يعني ايه نسند بعض ويعني ايه لما نبقى في ازمه نتكافل. وانت صغير وعمرك صغير لكن تشارك حتى لو بمصروفك، وده هيخليه من وهو صغير عارف يعني ايه مسؤوليه مجتمعيه وعارف يعني ايه لما يبقى في ازمه مهربش وعارف يعني ايه لما يبقى في ازمه اساعد ويحس بالناس اللي حواليه، ده شيء مهم جدا. خلينا نروح نشوف الحاجات اللي تفرح دي ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. انت رايحه فين يا دودو؟ هتبرع الرقية.
هتتبرعي لرؤية؟ يعني انت بتقولي للناس كلها ايه بقى؟ اتبرع لرؤية. ليه؟ علي صوتك عشان احنا في الشارع. اتبرع لرؤية عشان هي عندها مرض ما بيجيش لطفل واحد بس ومحتاجة حقنة عشان تخف. الحقنة دي ب40 مليون جنيه. الحقيقة شيء يسعد ان احنا نشوف اطفال صغيرين فاهمين وعارفين وحاسين وصلت لهم الحالة. لما بنزعل كتير انه حاجات غريبة على مجتمعنا تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيبقى عندنا جزء كده ونوع من الغيرة على مجتمعنا، وانه دي مش مصر ودول مش المصريين ومش ده اللي ينفع يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، تيجي حالات زي رقية وغيرها ترد وتورينا وتأكد لنا اصلنا الطيب الشهم اللي هيفضل الحقيقة يعني موجود دايما، لانه ده عهدنا ببعض ان احنا زي ما بقول لكم نتكافل، كل واحد على قد طاقته، كل واحد وزي ما يقدر، كل واحد وزي ما صوته يوصل، لانه مهم جدا ان انت لو صوتك بيوصل تساعد. الحملات اللي اتعملت من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي حملات مهمه جدا، الحملات اللي اتعملت من نجومنا في كل القطاعات لدعم رقيه حملات مهمه جدا. انا بشكركم جميعا وبطمنكم على صحه رقيه، وان شاء الله نفضل باستمرار نطمن على صحتها ونقدر دايما ان احنا نساعد كل يعني حد محتاج الدعم والمساعده.